توسع في عدد المواكب ليس أقل من 500 موكب إضافي لهذا العام، يعني ربما ستتجاوز 10,000 موكب. وعندنا الخطة الأمنية أيضا لن تتضمن قطوعات إلا بسبب الاكتظاظ الزائرين. عندنا مجموعة من المتطوعين كبيرة جدا، لعله هذا العام راح تتجاوز 12,000 متطوع، هذول فضلا عن متطوعي العتبات المقدسة. هذول راح يكون عملهم الإرشاد، إرشاد التائهين، القيام بعمليات الترجمة للزائرين اللي ما يعرفون عربي، الزائرين الأجانب، وأيضا راح يقدمون توعية أيضا في الجانب الصحي والجانب البيئي. الصحة عندهم خطة هم والبيئة، وبالتعاون طبعا مع الهلال الأحمر، وأيضا الهلال الأحمر الإيراني أيضا قدموا خدماتهم، يعني عرضوا خدماتهم، وكل الآن لجان مشتركة لتنسيق العمل.